مساء الخير. يمكن لنا تسميتها بالفنانة الشاملة، ترقص، تمثل، تكتب وتغني، وتجول المدن والمسارح حاملة صوتها وكلمتها مثل نجمة تومض بأن بلادنا ليست عنوانا للظلام والظلاميين، بل هي مهد حضارات وفنون وإبداعات ومبدعين يقاومون الظلام والتكفير والإرهاب والقمع والقتل والتدمير والخراب، يقاومون كل هذا بالانتصار والانحياز لإرادة الحياة ولحق الناس هنا في هذه المنطقة المنكوبة من العالم بالفرح والحب والجمال. وهذا ليس غريبا على ابنة بلد المليون شهيد، ابنة الجزائر التي تهبنا على الدوام مبدعين رائعين في الفن والأدب والالتزام، الالتزام بالإنسان والحرية والعدالة. من هنا، من هذا الفهم العميق لدور الفن والفنان، غنت ضيفتنا لوطنها الجزائر مثلما غنت فلسطين والعراق وكثيرا من قصص العشق والكفاح. بيت القصيد، بيت المبدعين العرب، يضاء الليلة بنجمة جزائرية مشعة اسمها كريمة نايت عبد العزيز. أهلا وسهلا فيك، شرفتي. شكرا جزيلا على هذا التقديم الحار وال وصل. المهم انه وصل بالبزاف كما نقولوا بالجزائري. طبعا بزاف يعني كثير. وبشكركم الاستضافه هذه يعني، ولي شرف ان انا نكون معاكم وان انا تعطوني فرصه ان انا نعبر من خلال هذا البرنامج على يعني وش تحب كريمه نايت وش تقول كريمه نايت. اهلا وسهلا فيك، وجيد انه لغتك العربيه تمام، ما بتشكي من شيء. والله نحاول. انت خايفه قبل ما نبدا. حضرتك مقيمه حاليا بالسويد، اقمت بسويسرا كمان لبعض الوقت، رح نحكي عن تجربتك. ولكن بتقولي سيدتي يعني قبل ما نشوف ريبورتاج عن حضرتك، انك تربيتي على يعني في كنف عائلي علمتك الحرية أو ربتك على الحرية، أي حرية؟ أكيد أولاً حرية التعبير أخذتها كثير من عند الأم ومن عند الأب في نفس الوقت. أبويا من عيلة مجاهدين، أمي من عيلة مجاهدين، حكايتهم طويلة، حكايتهم لغاية يعني اليوم ما زالها تشوقني. يعني كل ما نرجع الجزائر نحب نسمع حكايات أمي في وقت الاستعمار الفرنساوي، يعني منها كانت صغيرة و 12 سنة وترفع في العلم هذاك وتجري ويحكموها يعني، وأبويا نفس الموضوع. فبالنسبة لهم جدك شهيد بعتقد، شهيد من جدي، شهيد من أخو بابايا، من عمي، شهيد من الكوزان ابن عمي، يعني فيه. وما فيش عيلة جزائرية متهيألي أن ما فيهاش شهيد. هؤلاء يعني شهداء سقطوا في مواجهة الاستعمار الفرنسي. الاستعمار الفرنسي فعلا. فكلمة الحرية هذه يعني ربونا عليها الأهل، العيلة ربونا عليها، مهمة جدا فعلا. خلينا نذهب برفقتك إلى علامة فارقة ثم نعود لطرح الأسئلة. لكل صابر سلام. كبداية كلام وتحياتي لكل من يتابعني في هذه الحلقة. أنا اسمي كريمة نايت، مطربة جزائرية، راقصة في الرقص المعاصر وفي المسرح الحديث. في الوقت الحالي اللي احنا عايشينه الكلام لوحده ما يوصلش أفكارنا، لأن الناس مشكلتها أن اليوم ما هيش حابة تسمع، رافضة أنها تسمع. تسمع واش؟ تسمع الحقيقة. أي شخص عادي غير الفنان يقدر يغير العالم، العالم الصغير اللي حوله يقدر يغيره. المهم أن الناس ما تقعدش ساكتة، ما تقعدش مغمضة عينيها، ما تقعدش حتى يديها على ودنيها ورافضة أنها تشوف الحقيقة. هي مش الصدفة أكيد اللي وصلتني للنجاح، وإنما الجهد وإيماني بالحاجة اللي أنا كنت حابة نديرها من وأنا صغيرة. هذاك النهار أنا لست نجمة، لا لا، نجمة راهي نجوم راني نحب نشوفها في السماء بالليل في الصحراء، وما اعتبرش نفسي نجمة. أنا
أنا من بنت القبائل الكبرى والصحراء، وطلع على السويد الشمال أوروبا والبرد، فما نقدرش نقارن. عندنا ثقافة مختلفة، ومرينا بظروف جد صعبة خاصة في التسعينات. في الصورة هذيك الغامضة حتفضل فيها، يعني ما نقدرش ننساها، ما نفتكرش ان اي جزائري يقدر ينساها كما اي جزائري ما يقدرش ينسى سنين الاستعمار. فعندي توجور هذاك الاحساس ما بين ارض شالت حروب وما بين ارض يعني ما شالتش نقولوا حروب. الجزائر واقفه في كل زمان، نفديوها بشي على رايه جدادنا. عندي طابع معين خاص بيا وكنت مقتنعه به، وهذا اللي كنت حابه نعمله، والحمد لله. يعني كان لازم ان نعمله في السويد ونعاود نخرجه في العالم العربي، اذا كان هنا بلبنان وفي مصر وفي الجزائر، باش الناس فعلا الناس متقبلاه. يعني لازم ثاني العالم العربي يحط ثقه في الجمهور. انا فرحانه ان انا رجعت للجزائر بهذا البرهان، يعني كريمه للجزائر، كريمه للبنان، كريمه لمصر، كريمه للعالم العربي. حتى لو ما كنتش بنت عائله مجاهده، نضحي بحياتي بسبب قضيه، مثلا قضيه فلسطين. انا في الالبوم اوكي حتقولي لي راكي تغني على فلسطين، ما نقدرش نقول لك اونستلي ان انا نروح وناخذ السلاح ونروح لرام الله ما اعرفش، ما نقدرش نقول، ولكن ندافع بجهد يعني على قد ما نقدر. اكيد اكيد. اللي حزني بزاف هو لما نمشي في الطريق ونلقى بزاف الناس تطلب، ناس غلبانة، ناس جيعانة مقهورة، والواحد أوقات يقول ما بالإدحيلة. يتقال عليا كثير أن أنا بدي شكل امرأة قوية، محتاجة أن أنا نكون قوية. يعني المرأة تحوس على مكانها في هذا العالم، ولازم تكون قوية لأن هي فعلا قوية. يتقال عليا بزاف أنت بربرية بتاع الجبال، ما عرفش إذا كان هو ذا اللي مأثر فيها، يعني خارج مني ينبع، يعني هذه القوة تجي مني تلقائيا. اتقال لي كثير أنه فيزيكلي يعني من وجهي أوقات أشبه السيدة فيروز، وأنا نسمعها وهي بالنسبة لي مدرسة كبيرة بالنسبة لي أنا ككريمة. يعني تأثرت بها وأنا سني 6 سنين وكنت نحفظ أغانيها. تحكي للحبايب شو بيني. أنا كشخصيا حد متفائل كثير، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقنطوا من رحمة الله، فنشد في هذه الجملة أكيد. يعني لكان قالها الله سبحانه وتعالى كيفاش حنا ما نشدوش فيها. تكلمت معكم كثير ودردش بزاف، دونك واصلوا معايا، راح ندخلوا دوك على الاستوديو ونقول لكم هاي. جزيل الشكر لزميلتنا سحر حامد التي يعني بذلت جهد لإخراج هذا الريبورتاج الجميل. كيف لقيتي حالك عم بتتأملي وتسمعي كأنك عم تشوفي أحد آخر؟ أكيد. يعني أولاً يعني بصفة عامة ما نحبش نشوف روحي في الفيديو ولا متهيألي. ليش قاسية على نفسك بالملاحظات؟ أكيد هذا من طبيعتي يعني. وضحكت في بعض الأوقات لو لاحظت، لقيت نفسي أوه يعني. بس هي سحر عملت فعلاً يعني عمل. قبل ما نحكي هيك جميل. عن بداياتك ابنة القبائل الأمازيغية، كيف اصطدمت الثقافة الجزائرية والأمازيغية مع ثقافة شمال أوروبا ومع يعني كان في نوع من ما يسمى الصدمة الثقافية، الشوك الثقافي ولا لا؟ يعني من عندي أنا ولا من عندهم هم؟ من اثنين. لا نقولوا لا، لأنه سويديين يعني، ولنا لنا يعني جربته. نعم. انهم ناس متفتحين كثير للثقافات الاخرى، بدليل انه كمثال الموسيقيين اللي معايا في المشروع الالبوم هو كوا دوتر وماذا بعد. نعم. كلهم يعني هم سويديين ولكن عاشوا تجارب كثير كبيره في العالم العربي مع يعني موسيقى عربيه، يعني سماعين هم. نعم. يعني للموسيقى اللاتينيه لكل انواع الموسيقى، فكان يهمني
لما قابلتهم أول مرة قلت لهم أنا مانيش حابة نحط أي علم، لا العلم تاعكم ولا العلم تاعي في الموسيقى، ما راحش نعملوا كيفاش يقولوا اون كورس سباق. لا يعني نحطوا بس الاحساس تاعنا بالتفتح له في القلب والتفتح له في الراس والتجربه. وهذا اللي كان يهمني. والسويديين بصفه عامه يعني ناس، وشفناها يعني برهنوها ناس كثير يساهموا في الدعم يعني في مساعده الشعوب، الفنانين بصفه اوكي خاصه ولكن بصفه عامه يعني القضيه الفلسطينيه. في كثير مواضيع فوالا. مثلا خلينا نعود الى بداياتك. نشأتي على صوت فيروز واسمهان واديث بياف وهذه هذه الاصوات الكبيره. مين اللي كان بالعائله يعني مهتم انه يسمعك هذه الامور؟ يما مامتي كانت تسمع بزاف اديث بياف، فيروز، بابا. فيروز، وديع الصافي، هو من محبي وديع الصافي وفريد الأطرش، يعني أساتذة كبار. يعني وأديت بياف طبعا يعني كانت كي كنت صغيرة ما كنتش نحبها بزاف، ما كنتش نحب ممكن صوت الأسطوانات القديمة. مع الكبر ومع يعني الودان تتغير فوليت نعشقها يعني. وفيروز، فيروز طبعا أنا نشفى كي كنت صغيرة يعني كان عندي 7 سنين كنت حافظة أغنية القدس، كنت حافظها ونحب نغنيها في الجعلولة اللي هي المرجيحة، المرجاحة فوالا، نحب نغنيها بصوت عالي ونتخيل إن أنا هذيك الست الكبيرة وحاسة يعني في حاسة بالكلام، كان يألمني الكلام سيفوها يعني من صغرك عندك والله من صغري مشاعر تجاه فلسطين وتجاه انا ما كنتش نفهم الموضوع، ولكن الاغنيه كانت تلمسني وصوتها كان يلمسني بزاف، صوتها كنت حاسه ان فيه حزن. كطفله صغيره كنت مايله لهذا الحزن. طيب ممكن نسمعك بالبدايه يعني ناخذ فكره هيك، نعطي مشاهدينا فكره عن صوتك عن طريقتك بالبدايه. البرهان يعني تفضلي اذا بتريدي لفيروز ولا اللي بتحبي، اذا كان لفيروز بكون عظيم. اوكي يعني ححاول حاجه صغيره لفيروز. يا طير يا طير يا طير على طرف الدنيا، لو فيك تحكي للحبايب شو بيني يا طير، ويا طير واخد معك لون الشجر ومعك في النطرة والدجر، كان نطلع عند مرابح وجن الحجر ولباكي لفراق فراقت الدنيا يا طير، يا طير يا طير على طرف الدنيا، لو فيك تحكي للحبايب شو بيني يا طير. جميل جميل، بنسامحك ببعض الكلمات. سامحني سامحني كثير انا عارفه. بس هل سهل عليك يعني اللهجه اللبنانيه، الكلام، اللحن ايضا، ايقاعات الصحراء والقبائل المختلفه يعني عن ككلام يعني لو هكذا في الكلام صعب عليا. نعم. ولكن كغناء حفظتها يعني. نعم. كنت كنت صغيره كنت نحب نسمع اغاني واللحن يعني نسمعها ونحفظ اغاني. نعم. كثير تاع فيروز. إذا كنت غنيت بالولوف السنغالي كيفاش ما نغنيش بالعربي يعني. رح نسمع مقطع على حضرتك عم بتغني بالولوف. بس حضرتك درستي هندسي أولا ثم فيما بعد ذهبتي إلى الرقص المعاصر. أنا كنت في الرقص بداية يعني كنت بتابع الرقص والدراسة في نفس الوقت. نعم. وأهلي كانوا مصرين وخاصة أمي على الهندسة. يعني الهندسة قالت لي كان عندي يقولوا أوكي، هي قالت لي هندسة عندك نقاط مليحة اعملي هندسة، وحتى لو أنت بتكملي يعني في موضوع الفن مش مشكلة، ولكن الهندسة صعب قوي يعني بصراحة. الهندسة مجال صعب وشديت فيه 3 سنين و كان بياخذ مني وقت كثير. بس المهم انه اهلك كانوا مشجعين لك بموضوع الفن. على اساس او على شرط ان انا ما اسيبش الدراسه في نفس الوقت.
التزمت بالشرط ولا التزمت تقولوا بنص الشرط، وبعدين باش من يعني ما نزعفهمش باش ما نخيبش املهم، قلت لهم حبيت نغير لمجال ثاني في الدراسه، يونيفرسيتي ثانيه اللي هي الفلاحه اغرونومي. نعم. واش جاب الهندسه للفلاحه؟ انا نرد عليك، لانه كان هو الموضوع بتاع الدراسه في يونيفرسيتي الفلاحه كان بالنسبه لدراستي كراقصه في الكونسرفاتوار. نعم. البلانينغ كان ماشي مع البلانينغ تاع الرقص، فوالا لهذا الغرض يعني رحت للاغرونومي. وشدني اكثر الرقص المعاصر لانه تعبيره بالنسبه لي ماشي اكثر مع حقيقتي انا. نعم. ككريمه، فلهذا رحت مارست الرقص المعاصر وتحرفت احترفت فيه. لا احترفت شيء ثاني كل سوري يعني. لا 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 احترفت فيه ورحت لدار الاوبرا المصريه. ما الذي جذبك بعالم بينباوش الى يعني عالمها الابداعي؟ عالمها الابداعي انه يشمل المسرح ويشمل الصوت كغنى والرقص باعلى تكنيك، يعني مش مجرد مش استعراض كما مع احترامي للاستعراض الفن الاستعراضي، بس الاستعراضي اللي يبقى يعني بتكنيك عالي مش اي كلام. نعم. نبقى فاهمين روحنا. بيناباوش كان عندها احساس قوي بالنسبه للرسائل اللي هي حابه توصلها، وطريقه يعني ممارسه الثلاث الانواع هذو من الفن الاستعراضي نقولوا. نعم. على المسرح بطريقة عبقرية أنا بالنسبة لي. نعم. فمش يعني كتير الناس متهيألي الجيل بتاعنا هذا واللي حيتأثروا كتير. نعم. ببيناباوش. عام 1998 حضرتك انتقلتي من الجزائر إلى القاهرة وبقيتي 10 سنوات في في القاهرة. هل كان يعني وعملتي في دار الأوبرا مع فرقة الرقص المسرح الحديث لوليد عوني. نعم. هالعشر سنوات كانت يعني سنوات سمان، كانت سنوات يعني غنية بالتجربة غنية أم شيء آخر؟ هي فعلا كانت أضافت لي كثير، أضافت لي الكثير. نعم. هذه التجربة. نعم. لأنه مشاركتي في الأول كان المفروض يعني نشارك في عرض واحد بدار الأوبرا المصرية مع المصمم الأستاذ وليد عوني. رح نسمع رأيه الليلي بتجربته. أنا عارفة ومستنية. نعم. السؤال. وهو كان أول عرض كان اسمه أطفال الحجارة. نعم. أطفال. نعم. الحجارة عن قضية فلسطين، و وكان عجبه صوتي لانه شافني في عرض جزائري كنا رحنا شاركنا فيه في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي، وعرض علي هذاك العرض فقلت اوكي ورحت. وبعد ما عرضت يعني اول مره وكان فيه نجاح كبير بالنسبه للفرقه كلها، وفي الاوبرا حضنتني. فبدل سنه بقينا في 10 سنين. 10 سنين أضافوا لي كثير لأنه عملي في دار الأوبرا خلاني يعني أتعامل مع ناس كثير من. نعم. ثقافات مختلفة. تعاملتي مع الموسيقي فتحي سلامة. مع فتحي سلامة. نعم. كتجربة جد كبيرة. رح نحكي بعد الموجز الإخباري. أوكي. نتوسع أكثر، بس بدي قبل ما أوقف مع موجز كمان مرة اسمعك عم بتغني إذا بتريدي. أوكي تمام. هلأ جزائري إذا ممكن. جزائري. إذا بتريدي. جزائري أوكي. تحية لي يعني مشاهدينا في الجزائر. أغني أغنية للأستاذ أحمد وهبي عندنا. نعم. هي من الغرب الجزائري وبحبها كثير، اسمها وهران. تفضل. فوالا. حضرتك من وهران؟ تربيت في وهران 10 سنين. نعم. في وهران وبعدين انتقلتي على الجزائر العاصمة. تمام. وهرن وهرن رحت خسارة هجروا منك ناس شطارة، يا وهران رحت خسارة هجروا منك ناس شطارة، قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعبة وغدارة، قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعبة وغدارة. محلى سهريات بلادي القصبة والقلالي ضادي، محلى سهريات بلادي القصبة والقلالي ضادي، يلي ماشي ليها غادي وصي يتهلى في بلادي، عمري ما ننساه
لك يا بلادي وأرضي وأرض جدادي. ألف 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 شكر وتحية من خلالك للجزائر، للمغرب العربي الكبير، لمشاهدينا في كل أنحاء الوطن العربي. نتوقف لحظات مع موجز إخباري سريع ثم نتابع بيت القصيد. الجزائرية كريمة نايت في بيت القصيد. قلتي ما بتحبي كلمة نجمي. أنا كلمة نجمي بتذكرني بكاتب جزائري كبير، هو كاتب ياسين، صاحب الرواية يعني بعنوان نجمي. قلنا أنه حضرتك يعني بالقاهرة بقيت 10 سنوات، تعاونتي مع المصمم الرقص الحديث المعروف الأستاذ وليد عوني، تعاونتي مع الموسيقار فتحي سلامي، ثم فيما يعني قررت الانتقال من القاهرة إلى أوروبا، ذهبت إلى سويسرا في البداية ثم إلى السويد. ليش غادرتي تركتي العالم العربي؟ هل لأنه النظرة إلى الرقص يعني فيها شيء من الدونية أو قلة الاحترام ربما إلى الفن عموما، لا يحظى الفنان يعني بالرعاية اللازمة؟ هو النقطة اللي أنت تتكلم عليها صح، إنه فن الرقص يعني بصفة خاصة في العالم العربي لسه ما عندوش، في لخبطة يعني عنده مفهومه غلط، لسه فيه دي بريجوجي، مش عارفه كيف نقولها باللغه العربيه، في نظره مسبقه او افكار وسلبيه. وسلبيه اوكي. فن الرقص، الرقص البالي، الرقص المودرن دانس، الرقص المعاصر، يعني ما راهوش سهل، يعني دراسه وثقافه وتدريبات رياضه، يعني ما راهوش ديزاكسيدون، ماهوش سهل. دي أول حاجة، وهو تعبير يعني يوصل نوصله به رسائل فنية، رسائل عالمية، وهو عمل فني وثقافي بنفس الوقت، ولكن يعني مش لهذا الغرض أن أنا رحت من مصر. أنا كفنانة وأي فنان يعني يسافر على حسب المطلوب، أنه لو طلب مني أن أشارك في مشروع ما، وهذا اللي حصل مع سويسرا مع المصممة بريغيتا ميركي من سويسرا. طلبت مني أن أنا أشارك في أول عرض معها هناك في سويسرلاند، فقبلت. في السويد كان نفس الموضوع بالنسبة للينا جوزيمسون، لو حتكلم على الرقص، ولكن أنا ككريمة كما قلت في البداية فيه رقص وفيه غنى في نفس الوقت ومسرح. وكان في سينما. قبل ما نسمع الأستاذ وليد عوني، حضرتك يعني بنفس الموضوع مثلتي دور بطولي بفيلم بعنوان الفراشة لا تطير، هو عن حياة الراقص في العالم العربي ونظرة المجتمع. بالضبط. تابو للأستاذ علي تنخي الله يرحمه ويوسع عليه المخرج. وفعلا كان يتكلم يطرق على الموضوع هذا، على يعني سلبية التفكير بالنسبة لفن الرقص، أنه نرجعوا له مكانته ورا. يعني احنا عندنا في الجزائر كان في أكاديمية على الرقص الكلاسيكي، وكان في أساتذة من روسيا من أوكرانيا
لغايه 79، يعني اخر بروموشن خرجت كان في 79 ومن ثم غلقوها، وعاود الافتتاح يعني من بعض السنين والحمد لله. ودركا راه في حتى مهرجان الرقص المعاصر في الجزائر، وكما هنا في لبنان هو نفس الموضوع، وفي مصر في اكاديمي. فالحمد لله يعني في بعض البلدان العربيه رجعنا. يعني اسمحي لي نسمع يعني ضمن كلام يوصل الفنان الاستاذ وليد عوني ماذا يقول عن حد جنابك. تمام. بالنسبه لكريمه نايت صراحه بالنسبه لي هي من اهم البروفيشنال بمهنتها، لان هي ابتدت معي كراقصه محترفه بالرقص المعاصر الكونتمبوراري دانس. بس المفاجاه انه هي اشتغلت معي بالقاهره بالاوبرا، واخذت كثير بسرعه اسرع من الباقيين، يمكن النوعيه والستايل تبع الدانس تياتر اللي هو في تمثيل، اللي هو في رقص، اللي هو في غناء. الغناء بتقدري تقولي انه اكتشفتها بعدين. بالنسبه لكريمه اهم شيء عندها، او بالنسبه للمخرج، انه يكون في التزام، يكون في رؤيه، يكون في احترام. احترامها كان زائد، احترامها كان كثير، احترامها لمهنتها، احترامها للمخرج، احترامها لمعاملتها مع بقيه الفرقه. كريمه كمان هي ملتزمه كثير بافكارها، لان احنا لما بنشتغل بالرقص الحديث بناخذ وبنعطي بالافكار، بالمعنى، بالحياه، بطبيعه الشغل. فكانت هي كمان عندها أفكار، لأن هي كانت من الناس القلال اللي بيقروا. يعني في عندها كتاب لما نكون احنا مشغولين، هي لوحدة بتقعد تقرأ كتب، وهذا كتير كتير مهم، تشاركني الأفكار وكذا. بس مش بس هيك، كريمة كمان هي لما بعطي حصص الارتجالي بالنسبة للعرض، بتعرفي في جمل ارتجالية أوقات نحن بنعطيها على بالبروفات مشان نشوف شو هي شخصيته أو فلسفة الواحد. فهي كمان كانت كتير كتير تخترع حركات، تصميم. هي كريمة بقول لها 100 مرة دايما بقول لها انه انت بتقدر تكوني مصممة كوريغراف، كمان قلت لها بتقدر كمان على المسرح في رقص وغنى، وهذا كمان استفدت منها كثير، استفدت من صوتها، استعملت لها صوتها بصحراء شادي عبد السلام. اشتغلت عنا يعني بالفرقة 7 سنوات، يعني عملت تقريبا 12 عرض، اهمهم شهرزاد، كان بدور شهرزاد، وكثير اشياء يعني عروض كثيره عملت معنا. يا مبني تقصر يشهد علي البحر. كريمه بالنهايه هي عباره عن احتراف، عن حب الحياه، عن حب الفن، عن التزام، وعن صوت حلو، واحترام نفسها واحترام الباقيين. هيدي هي كريمه. كريمة، السؤال هو انت عايشه برات الجزائر، بين اوروبا وسويسا وفرنسا وكذا، وانا كمان عايش برات لبنان، بين لبنان وبين مصر وغيرهم. بالنسبه لك هلا شو هو الوطن؟ شو هو هلا نحن؟ يعني مش البحث عن الهويه، البحث عن الاوطان صرنا نحن بايامنا. فشو هو الوطن؟ هو الذكريات، هو الحب، الحنين، الالم، العشق للعودة، ولا الأرض، ولا الإرث؟ شكرا للفنان الأستاذ وليد عوني على هذا الشهادة العميقة والمفصلة حول تجربتك. تفضلي ردا على سؤاله، شو هو الوطن؟ هو الوطن تلقائيا مني ومن قلبي هو الأرض. ليه تأثرتي؟ ذكريات، وذكريات كثير جميلة مع الأستاذ وليد عوني. هو الأرض. يعني الأرض هذه، الأرض احنا خرجنا منها وتولدنا منها ولازم نتمسكوا فيها. يعني الوطن مهما يكون وجودنا في العالمية، يعني مهما يكون معيشتنا في الغربة، مهما يكون يكذب عليك، يعني هذاك لو كوردون بيليكال اللي يتشال لما احنا بيبي من الام، مع الوطن ما يتشالش. انا بالنسبه لي، فانا صح انا في الحقب بتاعي بتحني لسنواتك الجزائريه والقاهريه.
حن كثير يعني راك شفت يعني ما في طالما يكون فيه تجارب انسانيه يعني لمسه القلب يعني مستحيل انها تتنسي يعني مستحيل من المستحيل. فالسنين اللي عشتها في مصر ويعني ما ننساهاش الزملاء ما ننساهمش الجزائر ما ننساهاش. بتفكري يعني بالعوده الى الجزائر او الى القاهره او الى بيروت؟ انا يعني برجع الجزائر على قد ما نقدر لانه انا لم يعني اقول بيروت لانك اطلقتي البومك الاول من بيروت. طبعا اطلقته هنايا وهذه ثالث مره نجي لبيروت صح في يعني زيارات سريعة لسه ما عملتش ولا حفلة يعني هنا ما عملناش ولا حفلة في بيروت في لبنان وإن شاء الله حتكون إن شاء الله يعني عملتي بأوروبا مع عدة فرق يعني سواء بسويسرا أو بالسويد يعني ومنهم فرقة بعنوان اسمها فلامينكو اللي بتمزج يمكن يعني أشياء أندلسية وعربية بالأشياء الأوروبية. شو أضافت لك التجربة الأوروبية؟ هو أضافت لي أننا كيفاش نقولوها باش ما تفهمش غلط أضافت لي أننا حطيت البصمة على التاريخ اللي جمعنا يعني مشترك كان مشترك أنه هم وأنايا قلنا فعلا ما نقدوش نساو أو نعمل كان ما فيش تاريخ مشترك بيننا الأندلس يعني فهم. وأضاف لي أنه يعني اكتشفت ثقافة الفلامينكو غير الثقافة اللي نسمع عنها عن الفلامينكو يعني عن طريق التلفزيون ولا فن صعب جدا راقي جدا دقة فيه دقة ولا يعني نتخيلها. الرقص الفلامينكو ما راهوش سهل خالص انا ما نقولش فلامينكو حتى حكايته يعني جذوره وما يقال كيف انطلق يعني كيف ولد هذا الفن يعني وما تنس يعني عندهم حتى هم يعني جد كيفاش يقولوا صعبين مع نفسهم الراقصين الفلامينكو يعني والمغنيين تاع الفلامينكو قاسين كثير مع نفسهم هي جاي من الحالة تاعهم. أنا من حسن حظي إني جاي من برشلونة من أيام يعني ورحت خصيصا على مسرح لأسمع وشوف رأس الفلامينكو واخترت المكان الغير سياحي يعني أنا نحب بزاف يعني الفلامينكو التقليدي ما هو تماما ومشاركتي كعربية يعني في الموضوع هذايا يعني خلاهم هما يعني يستفيدوا وانا نستفاد منهم كثير ونحن نستفيد من وجودك كمان ونسمعك غناء اذا بتريدي ايضا تفضل ثاني ثالث ورابع اوكي ممكن ادي مقطوعه من الالبوم تفضل اغنيه نضال انا كتبتها نعم من تاليفك من تاليفي ايه لكل صابر نضال يظلمني لكل صابر نضال لكل صابر نضال يظلمني لكل طارق على باب الحرية جن لا لا تعنيه صحوة الضائع حقه تجري بدمه قوانين امتلاك روح نسيت ربها الخالدي لكل صابر نضال لكل صابر نضال ولكل مكافح ومظلوم نضال وانحيازك إلى المناضلين جميل سيدتي سنتابع مع حضرتك سنسمع المزيد من الآراء بتجربتك ولكن بعد استراحة سريعة نتابع بيت القصيد
كريمة نايت تغني تلحن تكتب أيضا، كتبت يعني على العديد من أغنيات ألبومك الأول كلها، كل الكلمة يعني هذا القدرة على فعل كل هذه الأشياء مش ممكن تشتت جهدك؟ والله الإلهام هو جاي من عنده سبحانه وتعالى. فعلا أوقات نقول كيفاش درت باش نكتب، ولكن يعني اكتشفت الكتابة، كتابي غناء شو كمان ولكن ما نعرفش نطبخ يعني نو يعني هي كما يقول لو عندك بهارات تستعملها، هي موجوده فيا. فمع الوقت اكتشفت بعض الامور عندي. موضوع الكتابه اكتشفته وانا في مصر مع الاستاذ فتحي سلامه في كتابه الالبوم وحداني، كيف يعني لقيت نفسي ان انا يعني ممكن اكتب الاغاني انا، كلماتي من وحي قصص عشتيها او شفتها من حواليا. بالضبط. هذا النمط من الغناء يعني بنفتقده بالكثير من الغناء العربي. ما بدي اقول انه مفقود كليا، ولكن يعني معظم الغناء العربي بتعرفي غناء عاطفي، يعني حب واهات ولوعه هو لازم منه اكيد. نعم. لان لازم نتكلم لا عن الحب. ضد انا لا انا فاهمه، يعني نفتقد هيك غناء يعني يتناول قضايا مختلفه بالحياه وبالمجتمع. والله انا يعني انا بعرف انك بتحبي جوليا بطرس الى جانب فيروز ايضا يعني، ومجد الرومي، الاستاذ مجد الرومي. كثير يعني عندنا طبعا تجارب قدموا اغنيات لها طابع يعني متنوع جداً. مواضيع مختلفة، مواضيع يعني ثانية، مواضيع تتكلم عن قضايا ثانية. غنيتي لشعراء آخرين؟ ألوغ هي التجربة اللي كنت نقول لك عليها، يعني آخر تجربة اللي نعمل فيها ونخدم بها من 2015 مع فرقة فلامينكو زون غوت، أن فكرت أن أنا أخذ تجربة الشعر القديم. نعم. واستعمله في المزج كغناية مع الفلامينكو يعني كتجربة، ولقيت أنها ماشية كثير. ولكن أخذ فور إكزامبل للشاعر نقول عليه هكذا الصوفي جلال الدين الرومي، أخذ فور إكزامبل كنت أنا بكتب كلام تكست موضوع ما له علاقة بالعرض، وبعدين فكرت لما لقيت هذاك البوام تاع جلال الدين مرهفي اسمه بتاع الكتاب تاعه، أخذ جملتين هما جملتين اللي لمسوني وكانوا ميلين للكلام اللي أنا كاتباه، وقلتهم في موضوع استعملت ثلاث لغات في نفس الوقت اللي هو الانجليش والعربي، اللغه العربيه الفصحى والفرنساوي، وسميتها مرسول، ومنها عملت اغنيه غنيتها بمناسبه المهرجان الدولي للسينما في ميونيك للفيلم تيمبوكتو لعبد الرحمن سيسوكو، وعرض علي ان انا اعمل اغنيه للموضوع لما سلمت له الجائزة، وعملتها عن موضوع المالي وسميتها مرسول. غنائك سيدتي يعني لقضايا معينة مثل فلسطين، مثل العراق، مالي، يعني هذا الميل إلى هذا النوع من الغناء في فنانين بيهربوا منه، يعني بيتجنبوه لحتى تنفتح قدامهم الأبواب بشكل أوسع. يعني تعرفي الاعتبارات السياسية والفنانين الملتزمين يحاربون اليوم بالعالم للأسف، من لوبيات إلى علاقة بالصهيونية إلى علاقة أكيد يعني والانتشار يعني أكيد يعني لو حتغني الموضوع فلسطين في بعض البلدان في يوروب لسه الألبوم منزلش مع أنه من ممكن نقولها يعني في فرنسا لم يوزع ليس موزع يعني غير موزع مع أنه يعتبر ألبوم فرانكو عربي فهم اوكي مش مشكله تتفتح الباب من ناحيه ثانيه ماهيش مشكله يعني الناس حتسمع في الانترنت الحمد لله. طيب التزامك بهذه القضايا او غنائك لهذه القضايا شو سببه؟ سببه والله ما في حاجه توديني لهذاك الاختيار. لما نجي نكتب حاجه حاولت نكتب عن الحب ما يعني عن اغنيه ما قدرتش
الموال هو يتعاد، ما في حاجة في داخل كرشي. نعم. حابة تقول حاجات كتير عن هذه المواضيع، يعني ماشي ما كتبش على فلسطين باش نبيع ولا باش يقولوا نعم. راهي يعني اتيكات وتتحط باش تتعرف بها، لأنه رانا شايفين ما كتبتش عن العراق لما هم الناس الجيلية من يوروب في ألمانيا عملينا أغنية كجينيريك لفيلم دوكيومنتري على العراق، فيعني حكتب ايه عن الحب ولا يعني عن اللي صار في العراق، فين حقوق الانسان وفين دخلوا علينا من كل مكان وهجموا وقلتوا جايين قاصدين السلام، يعني فاهم ما يحدث في الوطن العربي. ايه؟ سيدتي كيف يعني بتتفاعلي معه وانت في ستوكهولم، يعني ما يجري في سوريا في العراق في اليمن في ليبيا؟ أولا يؤسفني كثير، وثانيا يبكيني، لأنه الضحايا ليزينوسون والأبرياء وخاصة الأطفال، وثالثا اللي هي الخلوطة هذه العجوة. كيفاش رانا فيها وإحنا يعني المفروض كانت حضارة، كانت حضارة كبيرة، الحضارة الإسلامية الحضارة العربية. يعني ونزلت بينا. اوكي راني في ستوكهولم سويد، يعني بلد ماهوش مغلوق على هذه الامور، فتسمعنها في الجرائد، تسمعنها في التلفزيون، تسمع فتتاثر بها مهما كان. العالم اليوم كله مفتوح، كله عالم ولا قريه صغيره العالم، فكيفاش ما تاثروش؟ قد ايه بتشعري انه عم بتقدمي وجه اخر؟ يعني قلت انا بمقدمتي عن حضرتك انه في صوره اخرى للشرق وللعرب وللثقافه والفن في هذه البلاد تقدم من خلال حضرتك، من خلال الفنانين مثل حضرتك، يعني الشرقيين يعني مشرق ومغرب. إيه؟ عربي بيعيشوا بأوروبا وبيقدموا أعمالهم. تحسي يعني إنه عم تقدر توصلي رسالة، ما فكرة مختلفة عنا؟ على تجربتي نقدر نقول نعم، لأنه يعني الجواب من ناحية ثانية كان هكذا، يعني وأنا يعني كانت من خلال تجربة، يعني مش من خلال مون ديفوار، من واجبي سامحني. نعم. من واجبي أن أنا نوري صورة، مش صورة تانية بالصورة الحقيقية اللي هي جاية من اللي شفتها في العالم العربي ولا في الجزائر ولا في تونس ولا في إفريقيا، بس كما نهضروش قاع على إفريقيا. نعم. إفريقيا كيف إن العالم هناك الميديا موصلة صورة معينة. نعم. أوقاتا في معظم الأوقات سلبية، يعني بالبزاف سلبية، فقط يعني وحوش وحروب ووحوش وناس ما لهاش ثقافة وناس ما نقولش باللي كلهم هكذا، ولكن هي الصورة تهضر على مع مجرد يعني شخص عادي. تقول له هل تعرف رحت الجزائر؟ قل الجزائر فيها كثير إرهاب وفيها على كل حال للأسف يعني جزء كبير مما نحن فيه تتحمل هذه القوى الاستعمارية، يعني تتحمل مسؤولية كبرى إنه ما بيان سور، يعني ما نقدوش نكروها أكيد، ولكن إحنا كفنانين إذا كنا من المغرب العربي ولا من المشرق وعايشين في يوروب لازم نوصلوا هذه الصورة، يعني الصورة الحقيقية، أنه فيه حاجة تانية حصلة في الإيجابية كتير. نعم. حصلة في العالم العربي في وجه آخر، في وجه آخر. ورانا يعني رانا قدامهم. خلينا لو سمحتي يعني نذهب إلى الجزائر نسمع رأي جزائري بحضرتك من الإعلامية السيدة راضية أبو المعالي. راضية أبو المعالي، صورة جيني الكريمة نايت هي أول لقاء كان مع الفنانة في إطار تغطية في قاعة المجار هنا بجزائر العاصمة. تفرجت على العرض، كان عرض مميز جدا، يعني كانت أول مرة نشوف هذا النوع من العروض، لأنها كانت تمزج بين الرقص والغناء والإلقاء الشعر يعني بشكل مميز. يعني عمري ما شفت هذه الطريقة، في ما كانش مجرد يعني عرض لأغاني يعني تسرد يعني أو تلقى الواحدة تلو الأخرى، كانت فيه روح، كانت روحها مميزة على ركح المجار،
لأنها أعطت لنا رسالة، وصلت لنا رسالة يعني أكبر من يعني جسمها المتواضع، يعني هي قصيرة القامة نوعا ما، ولكنها بكل رشاقة تميزت في أداء أغانيها وأشعارها، لأنها هي اللي تكتب بعض الأغاني. يعني لما نعرف أنها هي اللي وراء هذه الكلمات اللي تقيس القلب مباشرة، يعني من قدر غير نحترمه فنانة مثل هذه، ما اختارتش أسهل السبل للنجاح. يعني هي النجاح يعني بين قوسين، لأنها عمرها نظن أنها ما كانتش تبحث على الشهرة، لذلك فهي تختار نصوصها وذلك ما يميزها، وتكتب نصوصها حينما لا تجد ما يرضيها فيما هو موجود يعني في الساحة. فهي هذه الصعوبة في تناول يعني ما عندها من مواهب ومزجها مع وساقلها يعني في قالب خاص بها، هذا ما يميزها ويعني يجعلنا نحترموها يعني كفنانة، لأنها رغم أنها متفتحة على العالم، هي عندها تفتح كبير على اللغات الموجودة في عالم الفن، فنحس بأنها كذلك عندها جذور. هي يعني اختارت هذا الطريق الصعب، يعني حاولت تعبر عن وجدانها بالرقص أولا وبالتمثيل أيضا، يعني هي موهبتها كذلك في الأول، ولو أنها حاولت أنها تقدم للجمهور الجزائري عن طريق الغناء اللي هو موهبة كذلك صقلتها في بلدان متعددة منها مصر وفرنسا والسويد مؤخرا. يعني هي إنسانة يعني ممكن كان ممكن تكون مشهورة منذ وقت، ولكنها اختارت أن تتريث، اختارت أن تقدم شيئا لا كيف يقولوا original. قدمت لنا صرخات، منها الصرخة للبلد الشقيق فلسطين من أجمل ما يكون، بكلامها بتعابيرها برقصها بكل شيء. كريمة بدايتك كانت مع الرقص والسينما في نفس الوقت، ولكن تخليت عن السينما نوعا ما، هل كان ذلك بسبب ظروف معينة أم أن في مشوارك مشاريع جديدة في هذا المجال؟ شكرا لرادية أبو المعالي، تفضلي. هو أنا واضح أن تابعتك تماما يعني. صح صح صح، هو مش أنا تخليت على السينما، ولكن ما في عروض. الأوبرا أخذت مني كتير جهد ووقت، ويعني ما كانش لي مجال أن أنا نروح لمجال السينما، هذه أول حاجة. وثاني حاجة باش ما نكذبش، كي كنت في مصر يعني بعد تجربتي السينما في الجزائر، كي رحت لمصر رحت غلقة نفسي على تجربة السينما اللي كانت أول تجربة لي في السينما مع علي تنخي، وعلي تنخي الله يرحمه ويوسع عليه يعني اتقاتل من الإرهاب وتم اغتياله. نعم الله يرحمه ويرحم كل الشهداء. يعني اليوم عندنا مئات آلاف الضحايا بعالمنا العربي ببلادنا العربية. أحيي تأثرك وصدقك سيدتي، ولكن يعني الحياة بعدين تستمر. الحياة تستمر. فكان غلقت الصفحة. غلقتها الصفحة يعني. تأثرتي بمقتل. لأنه هو كان قال لي خليك من الرقص دخل للسينما لأن عندك حاجة في السينما. فغلقت الصفحة، ولكن رجعت الصفحة تفتحت مع إبراهيم بطوط. نعم. بعد ما حصلت على جائزة أحسن ممثلة في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي في مصر. نعم. في 2004، وكانت تجربة جميلة جدا. نعم. وخلتني يعني نعاود نراجع نفسي. نعم. بالنسبة لهذا وصل حضرتك مثلتي مسرح بالجزائر. مثلت مع الأستاذة فوزية الحاج في مسرحتين، وفي الفيلم اللي هو البابيون الفراشة الذي لم تعد. يعني الممكن في المستقبل أنك تعود إن شاء الله. وأنا بدليل أن يعني مكثت هذه المرة 6 شهور في فرنسا بدراسة المسرح والسينما في Acting International، لأني حابة أن أضغط على الأمور. خلاص فنانة شاملة متعددة. إن شاء الله يا رب. والله إن شاء الله بتنجحي بكل هذه. يا رب. نسمع قبل ما نتوقف مع استراحة إذا بتنوي. إذا رغبتي بالفرنسية هذه المرة يعني. لما لا لما لا. كتبت أغنية في الألبوم اسمها سان دينيتي، بدون كرامة. بتقول
Si j'étais une star américaine, voudrais-tu un jour me ressembler? Ferais-tu ce don d'une âme en peine? Pourrais-tu un jour me le pardonner? Être une diva que l'on sème dans des champs bien trop souvent minés. Face à toutes ces promesses, bien des nuits à partager. Et si j'étais qu'une femme, et en toute sa liberté, dans ses rires, dans ses larmes, que je ne veux plus cacher, crier toute ma révolte, ma voix pour toutes celles enterrées, qu'elles soient mortes ou bien vivantes, car comme moi sans dignité. الشاعرة كريمة نايت، أهلا وسهلا فيك. نتوقف مع استراحة أخيرة ثم نأتي إلى مس ختام بيت القصيد. جميل جدا يعني كريمة نايت بكل اللغات، بالولف بال يعني السنغالي. السنغالي يعني. شو المناسبة؟ كانت مناسبة جائزة البولر برايس اللي أخذها يوسندور. نعم. وأنا كما كنت أخذت جائزة أحسن ألبوم في السويد، فعرضوا علي أن أنا أقدم أغنية ليوسندور من الألبوم الأخير اللي هو عمله مع فتحي سلامة واللي حصلوا عليه يعني على الجرامي أورد. فكانت الفكرة حلوة بالنسبة لي. شوفي هالمزيج اللي كنا عم نسمعه، حتى المزيج الموسيقي يعني اللغة مش عم نفهمها، بس المزيج الموسيقي مزيج جميل جدا. اي طبعا كانت تجربة جديدة. قلتي لي فيها شيء صوفي هذه ايه، لانه اساسا الالبوم اللي عمله يوسندور اللي اخذ به الجرامي اوورد كله بيتطلق على الصوفية، يعني هم من ناحية السنغال عندهم هذا الشيء. هم ثاني قبل شوي ذكرت جلال الدين رومي، عندك علاقة او مايل؟ نحب يعني عندي حب جلال الدين رومي، يعني متابعه نسمع عنه من زمان، ولكن هو خلاني نروح باغ اكزومبل نختار شعر لأبو فراز حمدان. قلت لك عملت تجربه مع الفلامينكو، فان انا دخلت اللي هو الشعر تاعو اللي هو شكوى حمامه كتب هذا الشعر لما كان في السجن. نعم. ويقول لها كيفاش انت حمامه، راكي بحريتك راكي تشتكي وانا راني في السجن. اقول لا اقول وقد تاحت بقرب حمامه هذه. فانا درت على غنى يعني شويه راب شويه باللغه العربيه القديمه، كانت تجربه
الطبيعة. نعم. الموسيقيين يعني الملحنين مين بيلحن لك كلماتك اللي بتكتبيها؟ هي معظم في الألبوم معظم الأغاني يعني خدمنا عملنا بها أنا والكومبوزر فريدريك جيل، يعني كو كومبوزر، يعني عملنا احنا الاثنين. في أغنية ممكن نعملها التلحين تام وكما سانديني، ولكن بشكل عام تعاون مشترك في تعاون نعم. وبعدين التوزيع مع أندرياس هونجل اللي هو البروديوسر بتاع الألبوم. طب خلينا نسمع يعني كمان، سمعنا رأي لبناني بحضرتك، رأي جزائري، نسمع رأي فرنسي هذه المرة من المؤلف والعازف الموسيقي إكزافييه ماركي. نسمعه سوا. J'ai découvert Karima Knight lors d'un tournage à Alger en 2012. C'est l'actrice Adila Bendimerad qui me l'a fait écouter la première fois. J'ai un souvenir très précis de ce jour-là. C'était lors du cinquantenaire de l'indépendance algérienne, en plein centre d'Alger, une soirée où les invités nous faisaient découvrir Karima Knight. Karima Knight, c'est une des chanteuses les plus cosmopolites que je connaisse. Elle a vécu en Égypte, elle a vécu en Suède, en Algérie, en Suisse, en France. Et on le voit très bien dans son album Quoi d'autre, toutes les influences qu'elle peut avoir, orientales, occidentales. Elle a effectivement un ton, un timbre inimitable. Ça, c'est ce qui nous a touché beaucoup dans l'émission. C'est pour ça qu'elle est revenue aussi il y a quelques semaines pour nous parler de son dernier clip, Salam. Je sais qu'avec le présentateur de l'émission, on était complètement gaga de cette chanson puisqu'on l'écoutait à fond dans le bureau pendant plusieurs jours pour préparer l'émission, même si le thème de cette chanson, Salam, est assez triste. Mais Karima Knight arrive toujours à dépasser ses émotions, enfin, ou en tout cas en faire des choses très belles. C'est ça qui nous touche beaucoup dans son travail. C'est pour ça aussi qu'on adore quand elle vient dans l'émission. C'était une rencontre très forte. Elle a une voix, un timbre inimitable. Certaines d'ailleurs ont essayé, mais n'y sont pas parvenues. Karima, comment expliques-tu la fascination réciproque entre Libanais et Algériens ? Dans notre émission, on a reçu un certain nombre d'invités algériens et libanais qui s'appréciaient mutuellement. Comment expliques-tu cela, toi qui aujourd'hui es à Beyrouth ? شكرا جزيلا لإكزافييه ماركي. إذن يعني الإعجاب أو المشاعر الحب بين الجزائريين واللبنانيين بشوف حلو اللي قالوا عنك على كل حال. بشكره جزيلا، يعني فعلا استضافوني هناك عندهم في تي في 5 موند و تلمست كثير انهم يعني هم فوالا مسانديني كثير. طيب تشعري انه بين اللبنانيين والجزائريين في هيك موده؟ والله على تجربتي نقدر نقول نعم، لانه الخط يجري بسهوله يعني، فإذا كان من جهة اللغة يعني ممكن نتفاهموا بسهولة حتى لو ما نتقنهاش. بصح هي لأنه أن لبنان بالفرنكوفونية وغير شيء هذا، يعني هي الإحساس، يعني أرض لبنان أرض يعني عاشت كثير المأساة طبعا. يعني صح طبعا. الجزائر نفس الموضوع. نعم. ممكن يعني انكونسيامون في حاجه تربطنا هكذا ونحسوها هي بعيد ولكن هي قريبه بالبزاف. على كل حال جيل يمكن ابائنا والجيل اللي اكبر من جيلنا شوي كانوا تظاهروا يمشوا مظاهرات مع بعض بالضبط لاجل جميله بحيري لاجل المناضلين الجزائريين الكبار. بالضبط. يعني حفظنا الجزائر غيبا اذا فينا نقول. اطلقت مثل ما قلنا البومك الاول ماذا بعد ببيروت. في مشاريع يعني ذكرنا قبل شوي انه ما احيتي حفلات بعد بلبنان، في مشاريع، في نوايا، في حدا عم بيطرق بابك هنا في بيروت؟ نعم.
لا ما عاد المشروع اللي كنت عملته مع زيد حمدان. نعم. في موضوع اللي هو صابون الفرقه الالكترونيك اللي كان. نعم. عمل كان تجربه ما ننساهاش يعني جد حلوه انسانيا وموسيقيا، ورحنا بها يعني عملناها هنا في بيروت ورحنا بها الجزائر، كان موضوع يعني والجزائريين لسه لغايه. نعم. اليوم حاطين، ولكن لا ما فيش ما حصلش لانه الناس هنا في لبنان ما اكتشفتش كريمه نايت. نعم. والفنان يعني لو الميديا ما يوريش. نعم. لازم يكون على الخشبه، والخشبه احنا لسه يعني انا ما حطيتش رجلي على الخشبه اللبنانيه. نتمنى اليوم اطلالتك يعني ببيت القصيد وتكون فرصه يعني ان شاء الله أتمنى لبنان إنما للوطن العربي. يكون لي فعلا الشرف، يكون لي شرف، لأني موثقة أن الجمهور اللبناني حيتقبل كثير الكلام والموسيقى أولا والكلام. نعم. بصفة أولى يعني بتاع الألبوم كوادوت اللي هو وماذا بعد. نعم. بعتقد أنه يعني عرض عليك أنك تغني غناء الراي الجزائري زمان. إيه؟ وأنه يطلق عليك لقب الشابة. كريمة. إيه كيفاش عرفت؟ شو عرفني؟ إيه؟ شو بشتغل؟ صح صح. يعني هو المشكلة أنه إذا كان في الجزائر زمان، والحمد لله الأمور تغيرت واللي أحسن الحمد لله، لأن دلوقتي يعني ذركة كريمة نايت راهي حطت مشوارها الصغير في الجزائر. نعم. ومتقبلة كثير، لكن زمان كان الراي كان حاطط واخد الساحة. نعم. كلها شاب خالد وشاب اي اي فنانين بتاع الراي. نعم. يعني عرفوا الراي في اوروبا وفي الشابة كريمة ما كان بيشكل وكانوا حاولين الشابة كريمة، قلت له علاش الشابة كريمة وعلاش نغني يعني علاش لازم قاعد نغني والراي يعني في معنى الجزائر يعني ارض كبيرة واسعة فيها. نعم. المالو فيها الاندلسي فيها الشعبي فيها الصحراوي فيها كثير اشكال موسيقية وغنى يعني جميل جدا، ومع احترامي لبعض الغنى تاع الراي كيف ولكن انا كريمه كنت حابه ندير حاجه ثانيه، فدخل عليها ماهيش الجزائر، في مصر نفس الموضوع، يعني كل الالبوم والاغاني اللي احنا حضرناها مع الاستاذ فتحي سلامه مازال ما خرجتش، ولكن غنيتها وعندي جمهور في مصر، اتحطيت بقلب الاندر جراوند اللي هي الساحه المنفرده والساحه الحره كما يقولوا كفنانه حره، وتحطيت من اربع احسن فوكاليست في مصر، ولكن ما كنتش نغني اورينتال يعني حابه نغني اللي نحب نقدمه، قالوا ماهيش للعالم العربي، كان لازم نروح للسويد ونعمل الألبوم ونعود يعني نرجع به ومتقبل كثير حلو في العالم العربي. على بها قلت خليه الجمهور العربي هو اللي يقرر مش يعني ان شاء الله اطلالاتك العربيه يعني بتكون ايه شيئا فشيئا تزداد. يعني قبل هيك ما اختم واطلب منك نختم غناء من خلال يعني إقامتك بأوروبا وتحديدا في السويد، الإرهاب الذي يعني وصل إلى أوروبا ويضرب المدنيين في أوروبا بعد ما دمر بلادنا للأسف، كيف انعكاسه عليكم كعرب تعيشون في أوروبا؟ هو شوف أنا كتجربتي ما كانش عندي مشاكل يعني. نعم. إذا كان في السويد ما يخلطوش في فرنسا. نعم. ممكن تحس فيه إن فيه ضغط شوية. نعم. انتنسيون تحس فيها، ولكن يعني كان فيه وأنا شفت في الإنترنت طالما يشوفوا واحدة يعني محجبة كان ينضربوا، كان يعني هذه لما كان حصل خاصة في موضوع إبدو شغلي والموضوع هذاك طبعا يعني كان في، ولكن الناس بعدين أخذت وعيها يعني. نعم. أخذت وعي أنه مش لازم نخلطوا يعني مش لازم نحطوا. لأنه ملاحظ من متابعتنا أنه يمكن التيارات اليمينية يعني عم شعبيتها عم تطلع يعني. هي شعبية تطلع لأنها تستفيد من هذا الموقف. نعم. هي تستفيد. نعم. جد يعني 100% من الموقف انه يحصل فيه ارهاب عندهم ايتو باش يحاولوا بالنسبه للاسلاموفوبي الصوره النمطيه عن الاسلام عن الاسلام عن من عن العرب عن العرب عن كل عن الافارقه عن يعني كما قلتها يعني اندومو هما لا دووات اليمينيه هي للاسف يعني في مجال اخر يعني قبل ما اطلب منك ايضا انك تختمي غناء الميديا الحديثه يعني اليوم يوتيوب فيسبوك تويتر هالقضايا هاي عم بتساعدك انك توصلي صوتك الى رؤى الجمهور العربي اذا كانت القنوات الرسميه مش مفتوحه
بشكل كبير، يعني المهرجانات والوسائل الإعلام التقليدية، تلفزيون وغيره. شوف أنا أقول لك بالنسبة للعالم الرائع، لو حنقول على شوف معظم المهرجانات اللي شاركت فيها في يوروب كانت عن طريق الانترنت، يعني لقوني عن طريق الانترنت. بالنسبة للعالم العربي معظمهم إذا كان في مصر عملت حفلات بالكوادوت لأنه كانوا عارفين شوية كريمة نايت. أوكي. في لبنان لسه ما حصلش الموضوع. أوكي. في الجزائر كانت هما كانوا عارفين أوريدي كريمة نايت، يعني كان رجوع كريمة نايت للجزائر، ولكن سيفغي الانترنت ما ساعدنيش عن طريق في العالم العربي للنشر. بالنسبة للناس كجمهور طبعا يعني وما هيش يعني حاجة كبيرة كما لحنا العالم العربي رهم متهيئ لي كتير متشد في لسه شد كتير في الميديا، يعني التلفزيون التقليدي القناة الموسيقية التقليدية يعني الساتليت. بدي استعير عنوان ألبومك الأول ماذا بعد. أسألك ماذا بعد، ما هي مشاريعك المقبلة؟ مشاريعي المقبلة أننا راح نكمل جولة مع فرقة فلامينكو زنغوت بالعرض الأخير، فيه جولة بتتحضر في القاهرة يعني في مصر مع الأستاذ فتحي سلامة، فيه يا ربي ما ننساش هو ذا بالنسبة لهذه السنة. والسنة الجاية فيه أن أنا أكمل دراستي بالنسبة للمسرح والسينما في باريس إن شاء الله، لأن عديت المرحلة الثانية. فوالا هذه هي المشاريع. الله يكون معك ويعطيك القوة أنك إن شاء الله يا رب الأعمال اللي ببالك ونختم بناء. وطبعا ابتدينا في كتابة الألبوم الثاني مع السويد. فوالا هذا كنت تفضل. اوكي يعني انا اقترح ان انا اوري نقطه من ابو فراس حمدان اللي عملته مع كلب فلامينكو زنغوت. طب خليني اشكرك يعني على تشريفك بيت القصيد، اشكر فريق العمل، مخرج البرنامج علي حيدر، منتج البرنامج غاده صالح، مشاهدينا بكل انحاء العالم. هيك بكون صوتك هو يعني اخر شيء بيسمعوه الليله بالبرنامج حتى ما ارجع انا اشوه شكرا جزيلا لك استاذ زاهي، وشكرا للقناه لاستضافتي فوالا. ونتمنى اخر رساله هي رساله الحب والسلام عندنا وعند العالم كله بصفه عامه. ولكن منا كل الحب ان شاء الله. اللهم صل على نبينا، اللهم صل على نبينا، نبي المصطفى. وبعدها أقول إلا أين تفرون، الحرب قامت إلا أين تفرون، عيون لا ترى خلف شلالات كذب سوى لوحات ولوحات ولوحات لأجسام متناطرة هنا وهناك، كيف لها أن تحضن ذاكرة طفل، ذاكرة طفل أخذته السنين وهو يركض على أرض بلا هاوية، إلا أين تفرون. شكرا شكرا شكرا.